كل سنة كنحتفلوا بهذه الذكرى، هذه الذكرى الغالية على جميع المغاربة وعلى جميع الوداديين خاصة والمغاربة عامة. فريق المقاومة فريق أهل الله، هذا الفريق هذا اللي يعطاك شيء الكثير ومازال كيعطي إن شاء الله، وممكن تمنوا بهذه المناسبة هذه الكبيرة إن شاء الله بحول الله مزيد من الألقاب ومزيد من التعلقات ومزيد من 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 من, من الفخر ديال هذا الفريق هذا. وحنا كجمعيات وكجماهير الودادية كل سنة كنحتفلوا بهذا النهار هذا، وهذا النهار الكبير عند الله سبحانه وتعالى، هذا النهار اللي تأسس فيه هذا النادي، هذا النادي الكبير، نادي المقاومة، الفريق هذا اللي غنبقى ندوي معك واحد 3 ايام ولا 4 ايام على الفريق هذا، ما غاديش نوفى بالكلام ديال السيد. الفريق اللي دازوا فيه لعابة في مستوى عالي، راه حضرتي تبارك حضرتي كيفاش تكلم أبو السهل وكيفاش تكلم السي صحيته وكيفاش تكلم السي حفيظ، تكلموا على النادي الوداد الرياضي. حنا كجمعيات أقل ما كنديروا غير هاد الذكرى هذه، وهاد الذكرى اللي كنتمنوا الناس ديال الونرز ياخذوا زمام المبادرة إن شاء الله بحول الله، ويديروا لنا شي حفل أكبر من هذا. حنا كعلى قد الحال جاو اللاعبين قدماء اللاعبين الكشي قدماء اللاعبين اللي كتجبد مجاهد، مجاهد راه من أحسن، راه مجاهد راه من أحسن اللاعبين اللي زو في تاريخ الوداد، لصحيته إلى لقانا ولا صابر ولا بوشتا ولا كاع اللعابة جاو حضروا الحفل الكبير ديال نادي الوداد الرياضي. وحنا كجماهير الودادية فخورون بأننا كنفتخروا بهذا اليوم هذا، لكل سنة كنفتخروا بهذا ومزيد من الألقاب النادي الوداد الرياضي إن شاء الله بحول الله. ونطلبوا من الله عز وجل يطول في عمر هذا النادي هذا ان شاء الله بحول الله، اللي كنشوفوا اللي ديما الفرحانين معاه وديما الناشطين معاه ومزيد من الالقاب ان شاء الله بحول الله. حنا اعتدنا منذ زمان على ان كل سنه كنحتفلوا بهذه الذكرى ديال 8 ماي، لان ذكرى غاليه، ذكرى اللي كنحتفلوا بنادي عظيم الذي ننتمي اليه نحن كوداديين منذ ازديادنا في المدينه القديمه، وحنا كنعرفوا غير الوداد. هذا النادي العظيم الذي تاسس في مرحله دقيقه في التاريخ ديال المغرب، مرحله ديال الحمايه الفرنسيه على المغرب، وكانت المقاومه في المغرب تتخذ عده اشكال في الاطلس، في الجنوب، في مراكش، في الرباط، فاس، مدينه الدار البيضاء. كانوا مجموعه ديال الوطنيين هذوك خذوا اتجاه ديال الرياضه كوسيله لمحاربه الفرنسيين بالمغرب، واستطاعوا بعد معاناه كثيره على انهم ياسسوا نادي الوداد الرياضي سنه 1937. من بعد الوداد 37 2023 40 لقب، اكثر الفرق عندها القاب في المغرب. الوداد تمثل الكره المغربيه في جميع المحافل المحليه افريقيه وعربيه. الوداد كنادي اعطى الشيء الكثير للكره المغربيه، مسيرين في المستوى، محمد بن جلون، سي مكوار الله يرحمه، الى سي سعيد الناصري. الوداد عطات لاعبين في المستوى تريبلات، نتكلموا على الحقبه ديال العربي احردان، صحيته، صابير، عبد الخالق، الشريف، حماد، عبد القادر، الزغراري، مرحله ديال رشيد داودي، مسانداو، فاسيلي، عزمي. ندوزو للمرحله ديال اللي كنعيشوا فيها هذه السنوات، الثمان سنوات الاخيره اللي الوداد حققت فيها جميع الالقاب الممكنه، وحطمات فيها كل ارقام اللي ما يتخيلها حتى شي واحد. الوداد مازال الان في هذه السنه كتلعب على جميع الواجهات، والحمد لله عندنا ثقه في اللاعبين وفي العائله الوداديه ككل، على اننا ان شاء الله غادي نكونوا في مستوى التطلعات ديال جماهير نادي الوداد الرياضي. ما يثلج صدورنا اليوم هو ان الوداد كتخلد اليوم هذه الذكرى، ونحن نحتفل بذكرى ميلاد الامير مولاي الحسن، وهذا كيبين ارتباط نادي الوداد الرياضي منذ المرحوم محمد الخامس، المرحوم الحسن الثاني، امير المؤمنين محمد السادس الله يشفيه وعافيه، الى الامير مولاي الحسن. ارتباط الوداد بالوطن ديالها، بالملك ديالها، بالشعب ديالها، وداد الشعب، وداد المقاومه، وداد النضال، وداد الالقاب. نحن جد سعداء اننا كنتميو لهذا الوداد، وعاش الوداد.